كيف حالك؟ كيف حالك؟ هل أنتم بخير؟ أنا اسمي عبير وأنا معلمتكم لمادة اللغة العربية. اليوم بدنا نعمل مراجعة لحرف كنا تعلمناه سابقاً. بس قبل ما أخبركم شو هو هالحرف بدي نتذكر سوا الفصول والأشهر. بعدكم تتذكرون؟ يلا نرددهم سوا. الشتاء الشتاء، الربيع الربيع، الصيف الصيف، والخريف الخريف. أشهر فصل الشتاء هي يناير أو كانون الثاني، فبراير أو شباط، مارس أو آذار. أشهر فصل الربيع أبريل أو نيسان، مايو أو أيار، يونيو أو حزيران. أما أشهر فصل الصيف فهي يوليو أو تموز، أغسطس أو آب، سبتمبر أو أيلول. وأشهر فصل الخريف أكتوبر أو تشرين الأول، نوفمبر أو تشرين الثاني، ديسمبر أو كانون الأول. هلأ يا أصدقائي بدي منكم تحضروا الورقة والقلم وخلونا نسمع سوا أغنية الحلقة. الشتاء الربيع الصيف والخريف، هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ اسمها الخاء ولفظها خ خ، اسمها الخاء، اسمها الخاء ولفظها خ. هيدا الحرف اللي رح نعمله مراجعة اليوم. بعدكم تتذكروا؟ سوا رح نتذكر كيف منكتب حرف الخاء في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. يلا نكتب بخط حلو كتير. حرف الخاء في بداية الكلمة على شكل مثلث، نقطة على السطر نعمل شكل مثلث، و الخاء في عندها نقطة؟ طبعاً. إذا نسينا نقطة الخاء شو منكون عم نكتب؟ طلعوا بدون النقطة شو بيكون عنا؟ حرف الحاء. نحن شو بدنا نكتب؟ خاء. اللي بيميز حرف الحاء عن حرف الخاء هي هيدي النقطة الصغيرة اللي أبداً ما لازم ننسى نكتبها. اتفقنا؟ إذا حرف الخاء في بداية الكلمة مرة أخرى على شكل مثلث ولا ننسى النقطة. أما حرف الخاء في وسط الكلمة، نقطة فوق السطر، خط أفقي مستقيم، ومننزل. الخاء في وسط الكلمة مفتوحة أو مغلقة؟ ليكوا كيف مفتوحة، لأنها بتكون مبسوطة أنه في حرف قبلها مسك لها إيدها. أما لما بتكون لوحدها وما حدا مسك لها إيدها من هالجهة
فبتكون مغلقة. اتفقنا؟ إذا حرف الخاء لا ننسى النقطة مرة أخرى في وسط الكلمة متصلة من هنا ومن هنا ونقطة بتكون مفتوحة في وسط الكلمة لأنه في حرف قبله مسك لها إيده. أما في آخر الكلمة متصلة بس قول متصلة شو يعني؟ عندها إيد صغيرة. بما إنه عندها إيد وفي حدا مسك لها إيده فبتكون مبسوطة وشو بتعمل؟ بتفتح. إذا حرف الخاء والخاء في آخر الكلمة بتنزل تحت السطر جزء صغير فوق السطر والجزء الأكبر تحت السطر. مرة أخرى نقطة فوق السطر وخط أفقي مستقيم حرف الخاء متصل متصل في آخر الكلمة. أما حرف الخاء في آخر الكلمة منفصل فيكتب مغلق ترجع بتسكر لأنه ما في حدا مسك لإيده من هالجهة. ترجع بتسكر وتكتب على شكل مثلث ولكن بالقلب مثلث شفتوا؟ بس بالقلب. مرة أخرى حرف الخاء في آخر الكلمة متصل أم منفصل؟ منفصل. وهلأ بدنا نتذكر الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. الألف آ الفتحة أحسنتم أ الواو أو الضمة نعم الضمة أحسنتم أو الياء إي والكسرة إي. هلأ يا أصدقائي سوا بدنا نكتب حرف الخاء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. حرف الخاء في بداية الكلمة على شكل مثلث والصوت الطويل خاء خ آ خ آ خاء. الصوت الطويل الألف والخاء خاء. حرف الخاء في وسط الكلمة مع الصوت القصير الفتحة خ أ خ أ خ خ. حرف الخاء مع الصوت الطويل أو خ أو خ أو خو. حرف الخاء في آخر الكلمة متصل أم منفصل؟ طبعاً منفصل. أولاً مغلق وثانياً ما عنده إيد. مع الضمة خ أو خ أو خو خو. حرف الخاء في وسط الكلمة مع الصوت الطويل إي خ إي خ إي خي خي. وأخيراً حرف الخاء مع الصوت القصير الكسرة. مين بده يقلي هيدي خاء متصلة أم منفصلة؟ طبعاً متصلة. أولاً مفتوحة وثانياً عندها إيد صغيرة خ إي خ إي خي خي. وهيك يا أصدقائي بنكون تذكرنا كيفية كتابة وقراءة حرف الخاء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. حاضرين تنلعب سوا؟ هيدي اللعبة حلوة كتير بس بدكن تركزوا حتى تقدروا تربحوا. بعد ما تذكرنا حرف الخاء أنا بدي فرجيكم مجموعة صور وإنتوا بدكن تحذروا. إذا اسم الصورة ببلش بحرف الخاء بنحط الصورة بهيدا الصندوق، وإذا اسم الصورة بيخلص بحرف الخاء بدنا نحط الصورة بهيدا الصندوق. بس انتبهوا أنا يمكن خربطكن وتكون الصورة حرف الخاء بوسط الكلمة. اتفقنا؟ انتبهوا كتير منيح. الصورة الأولى
جاهزين؟ يا الصورة الأولى، ما هذا؟ هذا خبز. خبز، أين هو حرف الخاء؟ في بداية الكلمة أم في آخر الكلمة؟ خبز، في بداية الكلمة. أحسنتم. صورة ثانية، ما هذا؟ هذا خلد. خلد، أين نسمع حرف الخاء؟ خلد. خلد، في آخر الكلمة، صح؟ نعم. نعم أو لا؟ خلد، في بداية الكلمة. ممتاز، للي حزروا وعرفوا، خلد في بداية الكلمة. هذا دخان. دخان، أين نسمع حرف الخاء؟ دخان. هل نسمع حرف الخاء في بداية الكلمة؟ كلا. هل نسمع حرف الخاء في آخر الكلمة؟ دخان، أيضا لا. إذن أين هو حرف الخاء؟ في وسط الكلمة. إذن هل نضع هذه الصورة في الصندوق الثاني؟ كلا، هذه الصورة خارج الصندوق. هذه فراخ. فراخ، أين نسمع حرف الخاء؟ في راخ. هل نسمع حرف الخاء في بداية الكلمة؟ كلا. هل نسمع حرف الخاء في آخر الكلمة؟ فراخ. نعم، أحسنتم، في آخر الكلمة. الصورة الأخيرة، ما هذا هنا؟ هذا خيط. خيط، أين نسمع حرف الخاء؟ في بداية الكلمة. ممتاز، للي حزروا كل الصور. وهلأ خبروني، بعدكن مذكرين محفوظة الخاء؟ شو بتقول محفوظة الخاء؟ مين بتحب كتير؟ الخاء بتحب كتير النقطة تبعها، لأنه إذا شلنا لها النقطة بتبطل خاء. بتقول المحفوظة الخاء وأحبت نقطتها، والنقطة ظلت عالقة فوق الخاء، لأنه إذا بطلت فوق الخاء ببطل عنا خاء. لذلك النقطة ظلت عالقة فوق الخاء كالخوخة في أعلى غصن، مثل الخوخة اللي بتكون على غصن الشجرة، تضحك من فرح وتغني. رددوا من بعده، الخاء أحبت نقطتها، والنقطة ظلت عالقة فوق الخاء كالخوخة في أعلى غصن، تضحك من فرح وتغني. الخاء أحبت نقطتها، والنقطة ظلت عالقة فوق الخاء كالخوخة في أعلى غصن، تضحك من فرح وتغني. خريف. خريف، خبز. خبز، دخان. دخان، خراف. خراف، وهلأ وصلنا للفقرة الأخيرة بحصتنا. على اللوح في قدامنا مجموعة صور، بتكون تساعدوني حتى نحط الصوت الطويل المناسب، خا، خو، أو خي. الصورة الأولى، ما هذه؟ هذه مجموعة صو. خار أم صو خير أم صخور؟ طبعا صخور، ولكن لازم ننتبه، الصاد بدها تمسك ايد الخاء، بقدر اكتبها للخاء مغلقة أم تفتح وتكون مبسوطة إجا حدا يمسك لها ايدها؟ طبعا بدها تفتح. إذا صخور. صخور، صوت طويل خو. الصورة الثانية، ما هذه؟ مجموعة، في نشي نقول خاطان أم خيطان أم خوطان؟ أي كلمة هي الكلمة السليمة والصحيحة؟
طبعاً خيطان، ولكن هل نكتب حرف الياء بهذا الشكل في وسط الكلمة؟ طبعاً لا. كيف؟ متصل. نعم، خي خي خيطان. الصورة الأخيرة، ما هذا؟ هل هو دو خان أم دو خين أم دو خون؟ أي كلمة هي الأصح؟ طبعاً كلمة دخان، دخان. وفي كلمة دخان عم نشد على حرف الخاء، من هيك بنحط شدة، دخان. إذن صخور، صخور، خيطان، خيطان، دخان، دخان. أما التمرين الثاني فهو سهل جداً. عندنا مقاطع صوتية، انتوا بتعرفوا أن الكلمة تتألف من مقاطع صوتية، لما بنجمع هول المقاطع مع بعض بصير في عندنا كلمة سليمة. هذه مقاطع صوتية من الحروف د خ ل. في له شي معنى الحرف د لحاله؟ ما له معنى. خ أيضا لا، ولا كمان، بس لما بنجمعهم مع بعضهم شو بيألفوا لنا كلمة؟ شو هي هالكلمة؟ دخل، دخل. لما حدا بفوت من الباب، دخل إلى البيت، يدخل من الباب. إذا الدال، بتقدر شي تمسك إيد الخاء من هون؟ أبدا، لأنه الدال ما فيها تمسك إيد حدا من هون. خ. عنا حرف اللام، الخاء واللام بحبوا بعضهم فبيمسكوا ايد بعضهم. دخل، دخل. الكلمة الثانية أيضا ثلاث مقاطع صوتية، خ ر ج. خ في بداية الكلمة صوت قصير، الراء والجيم. خ لوحدها ما إلها معنى، والراء كمان والجيم، بس مع بعضهم بألفوا لنا كلمة مفيدة. شو هي؟ خرج، خرج. إذا حرف الخاء بيقدر يمسك إيد الراء طبعا، خ ر، وأخيرا حرف الجيم. إذا دخل، دخل، خرج، خرج. وهيك يا أصدقائي منكون وصلنا لنهاية حصتنا. بهالحصة تذكرنا كيفية كتابة حرف الخاء وكيفية قراءة حرف الخاء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. خلينا نرجع نقراهم مرة. خا 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 خا. خو 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 خو. خي 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 خي. وهلأ صار لازم ودعكم، بشوفكم بالحلقة القادمة، بس ما تنسوا تسمعوا أغنية الحلقة. إلى اللقاء.
My name is Grace. I am your English teacher. أنا اسمي Grace. بس بدي أعرف اسمك واسمك. What is your name? منجاوب My name is. حطوا اسمكن محل اسمي. My name is Fuad. My name is Andre. حطوا اسمكن محل اسمي. What is your name? My name is Sam. Very good. How old are you? How old are you? قديش عمرك؟ بدي أعرف عمرك. منقول I am 5 إذا عمرك 5. 1, 2, 3, 4, 5. بتقول I am 5 years old. إذا عمرك 6, 6. I am 6 years old. 7 years old. 8 years old. 9 years old. أو I am 10 years old. Excellent. Where do you live? وين بتعيش؟ خبروني وين بتعيشوا. إذا بتعيشوا مثل بلبنان منقول I live in Lebanon. أما إذا كنتوا عايشين بسوريا شو بتقولوا؟ I live in Syria. والعراق بيقولوا I live in Iraq. What are your hobbies? خبروني عن هواياتكن. شو بتحبوا تعملوا؟ فيك تقلي I like jogging الهرولة أو المشي السريع. I like fishing صيد السمك. Fishing. فينا I like playing the guitar أحب العزف على الجيتار. I like typing الطباعة. حطوا هوايتكن وكملوا الجملة. وهلأ How are you today؟ كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا كلكن مبسوطين. إذا مبسوط أو مبسوطة شو منقول؟ I am happy today. وشو عكس happy؟ sad. I am sad today. وإن شاء الله تكونوا كلكن مبسوطين. How are you today? I am fine. Thank you. أنا بحالة جيدة. شكرا. خلينا هلأ مع بعض نعمل مراجعة لأيام الأسبوع. بدي أسمعكن على صوت عالي عم تقولون بالإنجليش. منبلش بأول يوم. أول يوم Monday. الاثنين Monday. Tuesday الثلاثاء Tuesday. Wednesday الأربعاء Wednesday. Thursday الخميس Thursday. Friday الجمعة Friday. Saturday السبت Saturday. وآخر يوم Sunday الأحد Sunday. خلينا نقولهم ورا بعض. منبلش Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday. 7 أيام 7 days. وهلأ بدنا نشوف الطقس. بعد في الطقس. How is the weather today? How is the weather today? كيف حال الطقس اليوم؟ طلعوا لبرا. الشمس مشرقة؟ هل الطقس مشرق؟ إذا كان الطقس مشرق منقول It is sunny. It is sunny. أما إذا كان غائم في غيوم بالسماء منقول It is cloudy. It is rainy. إذا كان الطقس ممطر عم تمطر عم تشتي الدنيا. وآخر شيء snowy يعني مثلج. إذا كان في كتير سقعة وعم بتشتي الدنيا تلج منقول It is snowy today. فإذا sunny مشمس cloudy غائم rainy ممطر وآخر شيء عنا snowy مثلج. أما هلأ فشو رأيكم نقول مع بعض أشهر السنة ورا بعض بسرعة؟ جاهزين؟ Are you ready؟ خلينا نبلش. January February March April May June July August September October November and December. 12 شهر 12 months. هلأ رح نسمع لغنية مع بعض. Let's listen to a song. أنا برجع لكم بالفقرة التالية. Hello, hello. Good morning, my friend Peter. Good morning, my friend Sue. How are you, my friend Peter? Tell me, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I am fine too. Thank you. How old
are you, Peter? I am six and you. I am 6'2". Woohoo, woohoo, woohoo! هلا أصدقائي بدنا نتعلم خمس كلمات جديد. Five new words. Five new words. One, two, three, four, five. Five new words. خلينا نشوف شو عنا على اللوح. بأول صورة عندي عقد. عقد، شو يعني عقد بالإنجليش؟ منقول له necklace. Necklace. Neck يعني رقبة، منحطه نحن بالرقبة فمنقول له necklace. عقد necklace. أما هون فعندي قميص. قميص يعني بلاوز. بلاوز، رح أكتبها تحتها. نرجع بتالت صورة، شو عندي؟ عندي تنورة. تنورة يعني سكيرت. سكيرت. وبيرجع عندي برابع صورة فستان. فستان، منقول له دريس. دريس، فستان. وبآخر صورة عندي خاتم. خاتم، بقول له رينج. ر باللتر ار، تذكروها؟ ر رينج. فإذا خلينا نرجع نقولهم مع بعض. منبلش بأول وحدة نكلس، عقد. بدي أسمعكم على صوت عالي. نكلس، عقد. نكلس، عقد. بلاوز، قميص. بلاوز، قميص. سكيرت، تنورة. سكيرت، تنورة. دريس، فستان. دريس، فستان. وعندي هون رينج، خاتم. رينج، خاتم. برافو أصدقائي، أنا كتير مبسوطة منكم. اكسلنت. اكتبوهم بالإنجليش وبالعربي وما تنسوا معانيهم. هلأ شو رأيكم نعمل جمل ونستخدم الكلمات الجديدة اللي تعلمناهم هلأ، وبدنا نستخدم كمان كلمات تعلمناهم بالحلقات السابقة. خلينا نعمل مراجعة سريعة، تعالوا نتذكر مع بعض. في عندي هون ماي. تتذكروا شو يعني ماي؟ ماي يعني لي أنا، بستخدمها لدل على الملكية. ماي، لي أنا. وعندي هون يور. يور يعني لك أنت أو لك أنت. فإذا ماي لي أنا، يور لك أنت أو لك أنت. عندي هون هير، لها. هير، لها. للبنات يعني المؤنث ومفرد وحده. هير عم دل على ملكيه، يعني هير لها. لها هي وحده مفرد. اما هون فهز. هز يعني له، كمان مفرد بس مش مؤنث، مذكر. هز، له، هز. هون عندي اور. اور يعني لنا. لنا نحن. Our، لنا. إذا عندي تيبل، طاولة، بقول our table. الطاولة لنا نحن. Our table. هون عندي your، بس التختلف عن هاي. Your هون يعني لكم أنتم، مش لكي ولك. لكم لما يكون عندي جمع أكثر من شخص أو شخصين. لكم أنتم. Your table. الطاولة لكم أنتم. بالآخر عندي their، لهم. لهم هم إذا عندي جمع صبيان أو بنات. لهم. their table. الطاولة لهم. بعد في كلمة جديدة اليوم رح نتعلمها ونستخدمها بالجمل، هي this. this بستخدم this لما دل، لما دل أو شير. قول this هذا أو this هذه. إذا عم شير على العقد قول this necklace. هذا العقد. This necklace.
لما أشير على البلاوز قول this blouse، هذه القميص، عم دل وعم شير. This blouse، هذه القميص. عالتنورة بقول This skirt، يعني هذه التنورة. This skirt، هذه التنورة. This dress، هذا الفستان. This dress، هذا الفستان. This ring، هذا الخاتم. This ring، هذا الخاتم. فإذا أنا استخدمت this تدل وتشير، يعني هذا أو هذه. This necklace، عيدوا من ورائي على صوت عالي عالي بدي أسمعكم. This necklace. This blouse. This skirt. This dress. This ring. This ring. هلأ إذا بدي أكتب جملة بدي أقول هذا هو خاتمي أنا. هذا هو خاتمي أنا. هذا هي بستخدمها this. بلش بـ this. رح أكتب هون this. نحن هلأ عم نعمل جملة sentence، ومثل ما قلت لكم قبل كل جملة لازم يكون فيه بقلبها فعل verb. رح استخدم verb to be. هذا هو this is. بدي أقول الخاتم لي أنا. لي أنا شو بستخدم؟ my your her his our your أو their. لي أنا my. excellent. this is my ring. this is my ring. هذا خاتم لي أنا. هذا الخاتم لي أنا. نكتب جملة تانية نستخدم بلاوز قميص. بدي أقول هذا القميص له هو. هذا القميص له هو. بلش بهذا this. بدي حط verb فعل، ما تنسوا كل جملة لازم يكون فيها فعل. this is his blouse. ليه استخدمت his؟ له هو. هو مذكر ومفرد. له هو. استخدمت his blouse، القميص له هو. this is his blouse. أما إذا بتقول هذا الفستان لها هي. هذا الفستان لها هي. بلش بهذا this. this is her dress. her لها هي. her dress. فإذا خلينا نشوف شو استخدمنا. استخدمت my، دليت إنه لي أنا. لي أنا. his له هو. صبي مذكر ومفرد واحد له هو. her لها هي. her لها هي، مؤنث ومفرد، بنت وحدة her. والكلمات يلي استخدمناهم كمان، في عنا ring خاتم، عندي blouse قميص، وعندي دراس فستان. رينج خاتم، بلاوز قميص، ودراس فستان. ما تنسوا الفيرب. استخدمنا الفعل، فعل مثل I am، you are، he is، she is، it is. هيدا verb to be. verb to be استخدمناه هون بثلاث جمل. واستخدمنا this تنشير. هذا، هذه. شفتوا كيف عملت الجملة؟ دائما لازم الجملة يكون فيها فعل verb. استخدمت verb to be. خلينا هلأ نعمل مراجعة سريعة مع بعض للكلمات يلي تعلمناهم بالحلقات السابقة بيدلوا على الملكية. لي أنا، لك أنت. خلينا نبلش. my لي أنا. your لك أنت أو لك أنت. her لها هي. his له هو. our لنا نحن. your لكم أنتم. their لهم هم لهم. this
هذا أو هذه. والخمس كلمات يلي تعلمناهن اليوم كانوا نكلس عقد، نكلس عقد، بلاوز قميص، بلاوز قميص، سكيرت تنورة، سكيرت تنورة، دريس فستان، دريس فستان، رينج خاتم، رينج خاتم. ما تنسون احفظوهم بالإنجليش وبالعربي، وما تنسوا تعملوا الجمل مثل ما عم نعمل مع بعض، وما تنسوا تحطوا فيرب فعل بكل جملة، لازم يكون في فيرب. استخدمناهم فيرب تو بي، فيكم تستخدموا فيرب تو بي، وفيكم تستخدموا فيرب تو هاف مثل I have, you have, he has, she has, it has إلى آخره. أنا هلا بترككم برجع لكم بالفقرة التالية. سكيرت تنورة، سكيرت تنورة، بلاوز قميص، بلاوز قميص، نكلس عقد، نكلس عقد، رينج خاتم، رينج خاتم، دريس فستان، دريس فستان، فاست سريع، سلو بطيء، بلاك أسود، وايت أبيض، أب إلى الأعلى، داون إلى الأسفل، أوفر فوق، أندر تحت. هلأ خلينا نتذكر مع بعض أربع أضداد، four antonyms، أربع أضداد أخذناهم من قبل. خلينا نشوف شو عنا على اللوح. منبلش بأول ضد، fast سريع، slow بطيء، fast ضد slow، fast سريع، slow بطيء، black أسود، white أبيض، black اللون الأسود، شو عكسه؟ ضد اللون الأبيض white. أما هون فعندي up إلى الأعلى، up إلى الأعلى، down إلى الأسفل، down إلى الأسفل، over فوق، over فوق، مثل إذا عندي طاولة table، over the table فوق الطاولة، under تحت، under the table تحت الطاولة. فإذا over ضد under. خلينا نتذكرهم مع بعض، رح قلكن أول ضد قولوا لي ضده، رح قلكن أول كلمة قولوا لي الضد تبعها، fast ضد slow، excellent، black ضد white، very good، up ضد down، over ضد under، very good أصدقائي شاطرين. خلينا هلأ نكتب أربع جمل ونستخدم الأضداد the antonyms. منبلش بأول جملة، fast إذا بدي أقول الحيوان سريع، الحيوان سريع، شو بقول؟ الحيوان يعني the animal، the animal is fast، سريع، the animal is fast، سريع. شو ضده؟ the animal is slow، بطيء، مثل التيرتل. the animal is fast، سريع، مثل التايجر، النمر مثلا. فينا نقول the animal is slow، بطيء، مثل تيرتل، السلحفاة. ننتقل لتاني وحدة، black، إذا عندي circle بدي أقول the circle is black، لون الدائرة أسود. حط the circle is black، مثل إذا رسمت circle هون شو لونه؟ أسود، the circle is black، الدائرة سوداء. أما هون فعندي up إلى الأعلى، down إلى الأسفل، up إلى الأعلى، down إلى الأسفل. قول سبتي، قول انظر إلى الأعلى، شو بقول؟
look up, look up. انظر إلى الأسفل, look down. انظر إلى الأسفل, look down. رحض. Look up وضد look down. أما آخر شي فعندي over فوق under تحت. إذا بدي أقول اللحاف هو فوق السرير. The quilt اللحاف is over the bed. رح أكتبها هون. The quilt is over the bed. يعني اللحاف is over the bed, هو فوق السرير. شو عكسه؟ ضده is under the bed, تحت السرير. خلينا نرجع نقراهم للمرة الأخيرة. The animal is fast, الحيوان سريع. ضده the animal is slow, الحيوان بطيء. The circle is black, الدائرة سوداء. ضد the circle is white, الدائرة بيضاء. Look up, انظر إلى الأعلى. ضد look down, انظر إلى الأسفل. وعندي آخر شيء, the quilt is over the bed, اللحاف هو فوق السرير. ضد the quilt is under the bed, اللحاف هو تحت السرير. سخون منيح, اكتبوهم بالعربي وبالانجلش. Fast, slow, black, white, up, down, over, under. ما تنسون دربوا عليهم منيح. انا هلا رح اترككم تسمعوا لاغنية الحلقة. Let's listen to the song. انا بودعكم, شوفكم بالحلقة المقبلة. باي. The months of the year are 12. The months of the year are 12. Come sing with me, my dear. I love the months of the year. January, February, March, April, May, and June, July, August, September, October, November, December. The months of the year are 12. Months of the year are 12. Come sing with me, my dear. I love the months of the year. مرحبا يا أصحابي, بدي رحب فيكن بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب. أنا شمس بعلمكن هيدي المادة. واليوم كمان رح يكون في عنا تمارين كتير مهمة ومفيدة. بدي إياكن تحضروا حالكن كتير منيح, تفتحوا عيونكن ودينيكن وتنتبهوا على كل شي رح نحكي ورح نعمله سوا. وخاصة بدي إياكن تجيبوا دفتركن والقلم وتكتبوا كل الأشياء يلي رح نكتبها سوا على اللوح. خلينا بالبداية سوا نسمع لأغنية الأرقام. من بعد ما نسمع هالأغنية ونغني معها بصوت عالي منباشر بدرسنا لليوم. أحد عشر, اثنا عشر, ثلاثة عشر, أربعة عشر, خمسة عشر, ستة عشر, سبعة عشر, ثمانية عشر, تسعة عشر, عشرون. في مزرعة جدي أشجار كثيرة, رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة, ورحت أعدها. هيا هيا نعدها. أحد عشر تفاح, اثنى عشر أناناس, ثلاثة عشر برتقال, أربعة عشر دراق, خمسة عشر مشمش, ستة عشر رمان, سبعة عشر كرز, ثمانية عشر إيجاز, تسعة عشر وعشرون. رأيت شجر الليمون. إلى
11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. In my grandfather's farm, I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them, please. Come, let's count them all the fruits, big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. وهلأ خلينا نباشر بدرسنا لليوم. اليوم رح نرجع نتذكر مع بعض الأرقام الأكبر يلي التمساح بحب ياكلها. تتذكروا صديقنا التمساح يلي بحب ياكل الأرقام الكبيرة وما بحب بيبرم ظهره للأرقام الصغيرة. تذكروا تمه بيفتح تمه صوب الرقم الكبير حتى ياكله وبيبرم ظهره صوب الرقم الصغير لأنه ما بيحب يأكله أبداً. وبما أنه لازم نعرف أي رقم هو كبير وأي رقم هو صغير رح لازم يعني نطلع على مستقيم الأعداد يلي هو عنا على اللوح هون، الخط يلي عليه كل الأرقام يلي من خلاله لما نعمل عد تصاعدي بنقدر نعرف أنه الرقم بيكون عم يكبر، وبالتالي الرقم يلي بيصير أكبر بحب ياكله هيدا التمساح صديقنا. رح أعطيكن بعض الأمثلة على اللوح ورح أكتب الأرقام هون باللغة الإنجليزية وبدي ياكن أنتو تساعدوني وتساعدوا التمساح ليعرف أي رقم لازم ياكل. رح أكتب بالبداية 2 6 7 3 1 10 12 5 19. بعدين رح اكتب 10 18 16. وهلا رح نشوف أي هو الرقم الأكبر يلي التمساح بده ياكله. أول شي رح نبدأ من هون 2 6 و 7. رح نبدأ بأول رقمين 2 و 6. أي هو الرقم الأكبر؟ خلينا نطلع على مستقيم الأعداد 2، نطلع بالعد التصاعدي 6، يعني 6 هي الأكبر. فإذا التمساح لازم يفتح تمه وياكل نمبر 6 وبيبرم ظهره لنمبر 2 لانه نمبر 2 هو اصغر. نمبر 6 ونمبر 7 اي هي اصغر واي هي اكبر؟ نمبر 6 اكبر او نمبر 7؟ لنشوف كمان التمساح اي رقم لازم ياكل 6 او 7. طلعوا منيح 6 7، يعني 7 هي أكبر من 6. كمان مرة التمساح رح ياكل نمبر 7 ورح يكون تمه مفتوح بهيدا الاتجاه. وهون بدي أذكركن بهيدا العلامة يلي هي بتشبه تمه للتمساح يلي هي بتخلينا نعرف أي هو الرقم الأكبر يلي التمساح بده ياكله. رح نتابع عنا 3 1 و 10. 3 1، أي هو الرقم الأكبر؟ خلينا نطلع على مستقيم الأعداد numbers line. عنا 3 1 3، والون لورا تنازلي مش تصاعدي، يعني 3 تروح على الون بدي أرجع لورا، معناتها 3 هي أكبر من الون، يعني التمساح رح ياكل
نمبر 3 ورح يبرم ظهره لنمبر 1 لأنه نمبر 1 هو أصغر. ما تنسوا تموا للتمساح، وهيدي الإشارة يلي بتعلمنا أنه يلي بتدلنا أنه 3 هي أكبر من 1. نتابع عنا 1 و 10، أي هو الرقم الأكبر؟ 1 أو 10؟ طلعوا على المستقيم الأعداد 1 و 10، أي هو الأكبر؟ فإذا 10 أكيد لأنه ال 1 هون وطلعنا على ال 10، فإذا التمساح لازم ياكل نمبر 10 ورح نحط هيدي الإشارة. نتابع 12 5 و 19 12 و 5، أي هي أكبر؟ أكيد 12 لأنه 12 تتذكروا من بعد ال 10 بنصير عنا دايما رقمين 1 وحدة 2 1 وحدة 3 ل 13 1 وحدة 4، يعني دغري لما نشوف 5 و12 رح نعرف انه 12 هي الأكبر. خلينا نتأكد على مستقيم الأعداد، 5 هي هون، شوفوا قديش رح نقرب لنوصل على 12، يعني 12 هي الأكبر. فإذا ليكو التمساح شو رح ياكل؟ رح ياكل نمبر 12 مش نمبر 5. 5 و 19 5 هي هون، وشوفوا ال 19 هي وين؟ رح نمشي لنوصل على تقريبا اخر مستقيم الاعداد وال 19 هون، يعني ال 19 هي الاكبر، والتمساح رح ياكل نمبر 19. نتابع 10 18 و 16، رح نبدأ بأول رقمين 10 و 18، شوفوا نمبر 10 هون وال 18 عم نكمل صعودا، يعني العد التصاعدي لنوصل على ال 18، يعني ال 18 هي الأكبر من 10، وأكيد التمساح رح ياكل ال 18. ما ننسى نرسم الإشارة، وبعدين في عنا الرقم الباقي يلي هو بين 18 و 16، شوفوا وين ال 18 وصلنا له، 16 عم نرجع لورا، يعني ال 18 هي اكبر من 16، كمان التمساح رح ياكل 18. وهيك منشوف هيدي العلامة يلي منستخدمها حتى نفرجي الرقم الأكبر كيف تمه للتمساح رح ياكل الرقم الأكبر. شفنا؟ تمه للتمساح مرات بيفتح بهيدا الاتجاه، مرات بيفتح بهيدا الاتجاه، حسب أي رقم هو الأكبر. رح اكتب أول وحدة باللغة العربية لحتى فرجيكم كيف، والباقيين رح أطلب منكم أنتوا تكتبون عندكم. هي نفس الفكرة بس باللغة العربية، نبدأ من اليمين إلى اليسار، يعني رح حط 2 6 و 7، ورح نفكر بذات الطريقة أي هو الرقم الأكبر، 2 أم 6؟ 2 هي أصغر من 6، يعني التمساح رح ياكل، رح استخدم لون آخر، يعني التمساح رح ياكل الرقم الأكبر. بعدين 6 و 7، أي هو الرقم الأكبر؟ منقول نحن 6 7، يعني كمان التمساح رح ياكل الرقم 7 لأنه هو الرقم الأكبر. ونفس الشيء مع باقي الأرقام، اكتبون عندكم بخط حلو باللغتين الإنجليزية والعربية، وما تنسوا إشارة تمو للتمساح يلي رح تاكل الرقم الأكبر، وخليكن معي لأنه رح يكون في عنا تمارين أكتر حول نفس الموضوع. وهلأ رح نتابع مع التمرين على اللوح، وهيدا التمرين هو عبارة عن لعبة بدي إياكن أنتو تساعدوني فيها. رح اكتب على اللوح أرقام ورح نشوف أنا وياكن أي رقم هو الأكبر. بكل مستطيل رح اكتب رقمين 3 2، وهون بالنص رح نشوف أي إشارة لازم نحط على الرقم الأكبر. كمان أرقام تانية 10
11. Fifteen, twelve, 20 و19. باللون الأخضر بدنا نعمل هلأ الإشارة الصحيحة، وما تنسوا أنه هيدي الإشارة يلي بدنا نرسمها هي بتشبه تمه للتمساح، وتمه للتمساح بيفتح ليأكل الرقم الأكبر. 3 و 2. 3 2 لورا، يعني الثري هي أكبر، فإذا التم للتمساح لازم يفتح ليأكل الثري، ومنرسم الإشارة بهيدا الشكل. 10 و 11، خلينا نشوف الأرقام على مستقيم الأعداد. 10 11، طلعنا معناتها ال 11 هي أكبر، فإذا تمه للتمساح بده يفتح صوب ال 11 تياكلها، والإشارة تجي بهيدا الشكل. مختلفة، شفتوا هون مفتوحة لهيدا الاتجاه، هون مفتوحة للاتجاه المعاكس، لأنه الرقم الأكبر هو هون بينما الرقم الأكبر هو من هيدا الجهة. نتابع. 15 12، طلعوا على مستقيم الأعداد. 15 وين ال 12؟ ورا، بدي أرجع لورا، وهالشي بيقلنا إنه ال 15 هي أكبر من 12، يعني 15 أكبر من 12، يعني تمه للتمساح بده ياكل ال 15، والإشارة بتجي بهيدا الشكل. نتابع. 20 19 20، هي آخر مستقيم الأعداد. 19، رجعنا خطوة لورا، إذن 20 هي الأكبر، وتمه للتمساح بده يجي تياكل ل 20، والإشارة بدها تكون بهيدا الشكل. هلأ صار عنا عدة إشارات وعدة أرقام أكبر من الثانية، رح نحاول نوصلها بالتمساح الصحيح. يلي فاتحة تمه لهيديك الجهة رح نوصلها بالتمساح اللي فاتح تمه لهيديك الجهة، والعكس يلي فاتحة تمه صوبي أنا رح نوصلها بالتمساح يلي فاتح تمه صوبي. شوفوا، يعني الإشارة المشابهة. ركزوا كتير منيح، رح استخدم اللون الأحمر. هيدي الإشارة فاتحة تمه صوبي، يعني كأنه التمساح فاتح تمه وجاي لعندي، وبتشبه هيدا التمساح اللي فاتح تمه وجاي لعندي، فرح أوصلهم بخط. هيدي الإشارة هي بالعكس، التمساح اللي رايح فاتح تمه ورايح لهونيك بتشبه هيدا التمساح، رح أوصلها بهيدا التمساح بخط. الإشارة اللي بعدها، الأرقام اللي بعدها كمان مثل أول وحدة، انتبهوا، نفس الإشارة، التمساح فاتح تمه لعندي وجاي لعندي كأنه مثل هيدا التمساح، رح نوصلها بخط. وآخر وحدة كمان بتشبه اللي قبلها، رح نوصلها بنفس التمساح يلي فاتح تمه بهيدا الشكل. فإذن دايماً لازم نتذكر إنه التمساح بيفتح تمه تياكل الرقم الأكبر. ليش؟ لأنه التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. جربوا كرروا معي هالأغنية، التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. هذا هو تمساح الأرقام، يأكل الرقم الأكبر. هذا هو تمساح الأرقام، لا يأبه بالرقم الأصغر. وعا تنسوا هالأغنية، وهلأ رح نسمعها مع الموسيقى، ومن بعدها منتابع حصتنا. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم
عم. هذا هو تمساح الأرقام يأكل الرقم الأكبر. هذا هو تمساح الأرقام لا يأبه بالرقم الأصغر. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم أم هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأن الرقم الأكبر. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم أم هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأن الرقم الأكبر. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم أم هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأن الرقم الأكبر. وهلأ رح نكون مع آخر فقرة لحصتنا لليوم. رح خبركن بهالفقرة معلومة مهمة، فتحوا دينيكن وعيونكن تتشوفوها وتسمعوها منيح. وهيدا المعلومة هي عن حيوان كتير كتير كبير، أكبر من التمساح، وهو الفيل. Elephant، فيل. هيدا الفيل هو مثل ما قلتلكن هو أكبر حيوان من يلي بعيشه على الأرض، كتير كبير، وعنده خرطوم، يعني هو المنخار تبعوله، الأنف تبعوله، بس هو على شكل خرطوم، بيقدر يستخدمه بعدة طرق. وهيدا الخرطوم بخليه أنه يقدر يحس الحرارة تبع أي شيء، وحتى الحجم أو الشكل، يعني بيقدر لما يلف الخرطوم تبعوله على الغرض، على الشيء، بيقدر يحس شو هو شكله وشو هو حجمه وشو هي حرارته. الفيل لازم يشرب بالنهار 210 لتر ماء، يعني كتير 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 من الماء بيوم واحد، يعني هو بحاجة انه يكون عايش بمكان فيه كتير ماء لحتى يقدر يشرب. وكمان الفيل مع انه هو كتير كبير، بس هو بخاف من الفارة. هيدا الفيل اللي كتير ضخم وكبير بخاف من الفارة. تذكروا هالمعلومات عن الفيل، حتى تتذكروها رح علمكن كيف ممكن نعمل فيل بهيدا الشكل بطريقة كتير بسيطة من الكرتون. انتو بحاجة لكرتونة، انا نقيتها لون ازرق بهيدا الشكل، وانا طويتها على النص كأنه هيك فينا نوقفها، لأنه بعدين الفيل رح نرجع نوقفه لحتى يوقف هيك، بحاجة نحن لكرتونة نطويها بالنص حتى نقدر نوقفها. بعدين عليها رح نرسم شكل فيل. بس بدي نبهكن على شغلة، هي إنه الجهة اللي فوق لحتى نقدر نوقف هالكرتونة، هيدي الجهة ما لازم نقصها أبداً، لازم نخليها متصلة ببعضها حتى نقدر نوقف الفيل بهيدا الشكل. هلأ أنا عم برسمه، عم برسم له إجري، عم برسم له الخرطوم. صار عندي شكل الفيل، وهلأ رح قصهم، بس بدي انتبه ما قص هيدي الجهة لحتى اقدر ضلني وقفه للفيل من الجهتين. اكيد بدي اياكم تطلبوا مساعدة حدا كبير، لانه المقص ممكن انه يأذينا. بقص بس على الخطوط الخارجية، فيني قص شوي من هون،
بس ما لازم قص من النص، فإذا من فوق ننتبه ما نقص من الوسط. والفيل كمان في شي بيميزه انه هو عنده دينين كبار، يعني اذا انا رسمت هلا هيك الفيل بس وحطيت له عين، رح احط له عين، بضل هيدا الفيل ناقص لانه هو كمان عنده دينتين كبار. كرمال هيك رح استخدم الكرتون الزايده بهيدا الشكل ولزقها تأعملها دينته من الجهتين. هيدي أول دينة. وهيدي ثاني دينة من الجهة المقابلة، وأكيد كمان فيني ارسم له عين من ثاني ميل. حتى إذا برمته على هيدا الاتجاه أو بالاتجاه الآخر فينا نشوف شكله للفيل. عملوه أنتو كمان وتذكروا أنه هيدا الفيل هو أكبر حيوان بذات الوقت بخاف من الفارة الصغيرة، وما تنسوا كمان أنه هو حيوان بيشرب كتير كتير مي، وتذكروا دايما هالمعلومات. إذا شي مرة شفتوا فيل هربوا لأنه هو كتير كبير. ارسموه عندكم واعملوا هيدي، وضلكم دايما تتابعوا كل المعلومات اللي رح نعلمكم اياها. وهلا صار الوقت حتى تخلص حصتنا لليوم، بدي ودعكم وبرجع بلتقي فيكم بحصه جديده، بس قبل ما ودعكم رح نسمع للاغنيه مع بعض، ومن بعدها بقلكم باي. دائره كبيره صغير، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. دائرة كبيرة دائرة صغيرة، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة.